جود مورنينج، مرحبا، وين ما كنتوا بالعالم اليوم؟ اليوم وعدكم بشيء صار الجمعة بحكي فيه اللي هو سربريز، انه فرجيكم دعوية. دعوية يلي بيلحقني من اكثر من 3 4 سنين بيعرف انه من افضل او اطيب او اكثر اشياء بحبها من التحلية اللبنانية او لبنانيز سويتس او الحلو عربي. الداعوقية بيعملها محل واحد ببيروت اسمه الداعوق، كتير ناس جربت تتقلدها، كتير ناس سمتها على مع هيك من اسم من عندها، بس ما بيبقى الا المضبوطة الاساسية التقليدية. وما بعتقد ولا كاميرا قبل فاتت لورا تتشوفوا كيف تنعمل. انا عارفكم هلا على هيدا المحل اسمه الداعوق، على الحج، على الشغل القديم، على التعب، وعلى هيدا التحلية او هيدا الديسير يلي عن جد هلا بتشوفوا كيف بكلها وكيف قديش بحبها. فينا لكم بتحرك المشاعر. فخلينا نرجع نشوف الداعوقية شو هي، كيف تنعمل، شو مكوناتها، وهلا بنكفي. الداعوقية هي عجينة الفستق، هلا بخبرونا شوي شو فيها. قشطة اكيد فريش طبيعية لبنانية معمولة طازة كتير. رشة كاجو، كرم قد ما بدكن، غنى قد ما بدكن. تقسيم كتير لذيذ بالتكستشرز، يعني من تحت العجينة بتكون شوي طرية، القشطة very fresh مسقعة، قرشة الكاجو وبيرجع بغطيها. هيدا هو الفستق، طبيعي 100%، ما فيه تلوينة، مبروش هون على الايد، كل شيء بينعمل هون. هولي كلهم بيعملوا هالاختراع اللي اسمه الداعوقية، لانه الحلويات اسمهم الداعوق، وساعات بتاكلوها بتفهم علي قديش 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 مهم. هيدا نتعرف على الاختراع الداعوقية، خبرنا كيف طلعت الفكرة. حاج خبرني كم سنة صار لكم هون، شو بتعمل، كيف طلعت هيدي الفكرة، وكم سنة صار لكم بتبيعوها؟ صرنا شو 15 سنة نبيعه. كيف اجت الفكرة؟ كيف طلعت الفكرة؟ مين اخترعها؟ هلا هي الفكرة من التجارب بصنع الحلو طلعت معي. هي شو مكوناتها المضبوطة؟ هي مكوناتها فستق وعجينة الكنافة. عظيم، ما رح اقول لكم اكثر من هيك لانه هيدا سر المهنة. من بعد ما نحط الفستق، القشطة والكاجو، بعدين نرجع بنحط عليها الشقف الثاني. نحط الثاني فوقها اذا بدك. ما لازم، ما لازم هلا، لا اوكي. طيب خلينا نطلع نفرجيهم الداعوقية برا ونحكي عنها. هيدي الداعوقية، هيدي الداعوقية، رح اوقف على جنب بس ندوق سوا شقفة منها قبل ما ارجع نكفي ونحكي عنها. رح زيحها جنب لما اكون حد الصدر. خليني اخبركم عن الداعوقية. الداعوقية هي كناية عن مثل ما قلت لكم عجينة الفستق، مبدئيا يمكن فيها شوية سمين، مبدئيا فيها شوية سكر، بس بنا حلوة ابدا، ما بتلزق على الايدين، ما بتلزق على السنين، ما فيها قطر وما بدها قطر. انا بكلها بايدي، ما بكلها ابدا ولا بشوكة ولا بسكينة. جوا القشطة ليكو قديش سميكة، قرشة الكاجو، يعني شو بدي اخبركم قديش بتحرك المشاعر. اكسبشنال، فيري بالانس، فيري فليفرفل، سكرها كتير خفيف، كتير لذيذ. القشطه هيك فيري ريفرشينج، تحسوا حالكم كانكم عم تتمشوا بالسوق القديم بطرابلس او بصيدا او بيروت القديمه. وهيدا الشيء عن جد صدقوني ما حدا عامله. في كتير محلات عندها شيء تقريبا مثله بلا ما سميهم، يلي هي هي العجينه او المفروكه او يلي هن، بس الداعوقية وتركيبتها هون وبس. هلا نرجع فرجيكم الصدر مش عم بقدر اوقف. حش خبرني كيف عم تعمل بغلى الاسعار وقديش الكيلو؟ هلا كان الكيلو نحن من الاول بنبيعه ب 15 دولار قبل ازمة الدولار. كانوا يطلعوا 24 ألف، هلا عم بيعوا أول 10 أيام رمضان ب 30 ألف على أساس الدولار ب 2500، صار الدولار ب 4000، حطينا 10 أيام خسارة
أكثر من 10,000 دولار. هلأ غليناها صارت 40,000 وبعدها أقل من سعرها على الدولار ب20,000. بس تتوقف مع الناس وتدعم الناس وتتقطع عيد رمضان؟ بس العالم تاكل صايمة واللي موعودين برمضان يجي ياكلوا داعوقية وأيامهم ما بدنا نحكي بأيام العالم ما معها تاكل. على يستقع العالم. ايه. طيب تنرجع على الداعوقية، الداعوقية بتجي هيك بهيدا الصدر بقص لكم اياها شقف 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 شقفة شقفة فيكم تاخدوها بالكيلو. فينا خبركم خبرية انه مرتي ولا مرة ضايقة الداعوقية، بتقلكم ليش؟ لانه كل مرة باخد كيلو او نص كيلو ما بيوصل على البيت، هيدا بكل صراحة، فلانه على الطريق لدرجة طيبين انه ببلش اكل لقمة ورا لقمة ورا لقمة وبوصل على البيت بتقلي وين الداعوقية؟ الا ما بعرف خلصوا على الطريق. هالقد طيبين هالقد هالقد طيبين. المحل اليوم مثل ما شايفين عنده دعوية واساس اجمالا، عنده شوية حلو عربي اجمالا، بيعمل معمول ماد كتير طيبين. رح فرجيكم كيف بقصتهم، نرجع مندوق شقفة تانية سوا. هيك القصة قديش حلوة، ما في شيء قاسي، ما في شيء قطر، يعني الكيلو كيلو مش كيلو نصه سكر، لونه كتير حلو. خليني اطلع فرجيكم المحل من برا، خلينا نشوف المحل لوحال من برا اذا بدكم توصلوا لهون كيف توصل. هو على طريق جديدة وراي محل يلي هو حلوية الداعوق، وهذا هو رمضان كريم على الجميع يلي صايمين. سوري مش عم شحيكم، بس انه عم حمسكم كرمال عشية تجوا تشتروا الداعوقية. وهيدي هيك وعدي في حدا يخدها معه لبرا فيها، بتروح للسفر او بدها قديش بتضاين برات البراد؟ 4 ساعات برات البراد. إذا حدا بده يسفرها معه الداعوق على طريق المطار، فأنت يفتح المطار 4 ساعات وبتاخدوها معكم على سفراتكم محل ما بدكم. شقفة بعد. It's phenomenal. عن جد it's phenomenal. Yeah. It's exceptional. يعني الطريقة اللي بشوفها فيها فيها سموذنس بشكل مش معقول، فيها القشطة المسقعة كتير حلوة اللي كتير هيك ريفرشنج للتم، بتحرك كل التيست بودز، قرشة الكاجو الطبيعي المحمص مظبوط اللي ما فيه علكة ابدا، يعني ما بيعلك بيقرش مظبوط. وكل ما اجي اكل عندهم بتليهم الدنيا. ما بدها حتى واحد يكدشها، يعني بس تقعد هيك بتبلش تحسه بالاروماز بالموارد مش معقول مش معقول عن جد مش معقول. وتحت هيك احساسها مثل هيك مغربله مرمله شوي، سكرها كتير 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 خفيف. انا لقيت دريم كوم ترو، يعني فيكم تفوتوا على الفيديو وتفوتوا على كل الريفيوز اللي بحطهم، عن جد دريم كوم ترو. بس يرجع ترجع الأسعار مثل ما كانت، بس يتحسن وضع الليرة عندنا. أنت هلأ مكفى ومضاين وإن شاء الله يرجع الأسعار على بعض وانت تقدر تكفى. يعني إذا أنت اليوم بدك تربح قديش لازم تبيع الكيلو؟ إذا بدك تربح قديش لازم تبيع الكيلو؟ 70,000. 70,000 بس ما بقى حدا يشتري. هذا هو 40,000 عم تتأفف العالم، بس ما كل العالم اللي بيتعطوا بالدولار بيعرفوا، بس الموظف اللي بيقبض باللبناني ما بيعرف فيه، ما معه خبر. يلا الله يفرج على جميع. لكن بعرفكم على صديقي حاج داعوق يلي هو عن جد من 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 اساسيات الحلو العربي ببيروت، على طريق جديده حد رومبوان الكولا، تعالوا تعرفوا عليه.
بيعطيكم لقمة غير شكل. تعالوا شجعوه، خدوا كيلو دعوقية، ما رح تندموا ابدا لانه من ملذات الحياة يعني هالقد طيب. وهيك يعني ان شاء الله اكون اليوم معرفكم على هاللقمة الطيبة. فيكم تعملوها كيك، تعالوا شكلها شو حلو قديش غنية. وكمان عندهم حلو عربي، وهلا ما عم بيعمل الا دعوية. اوكي، ثانكس فور جوينينج ان، ثانك يو لانه اللي قلت قلتوا لنا على بكره بكفي النهار، بعد عندي وقفه ثانيه صوب الغداء. دعوا على طريق جديده، الدعوية عندنا اكونت على انستغرام، موجودين على جوجل مابس. كوم ان اند انجوي ات لانه اتس ريلي 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 ورث ات. وين ما كنتوا ثانك يو فور واتشينج، ستي سيف، كيب سمايلينج. الدنيا بدها تكفي وان الله راد، يعني بيرجع بيمشي الحال وكلنا بنرجع نلتقى and we share happiness مع بعض. Last spot of enjoyment. وبقول لكم باي.